مش عايز تطمن على اكرم؟ معاك على الهوا ولا ايه؟ اكرم مع كريم احمد على الطياره، نطمنكم عليه. كل التحيه لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشتنا، شاشه قناه النادي الاهلي. يعني نقدر نقول على بركه الله تبدا الموسم الجديد بالبطوله الافريقيه، مباراه الاهلي واتحاد المستيريا التونسي، مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه الانطلاقه المميزه، اولى المباراه تكون خارج الارض، لكن كالعاده بنحط كل جمهورنا العظيم في الكواليس الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي. الحقيقه احنا معانا واحد من نجوم النادي الاهلي، تقدر تقول عليه بقى قلب الاسد، الرجوله، الشخصيه، الروح، اي حاجه عايز تقولها هتقولها الحقيقه على اكرم توفيق، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بنقول له الحمد لله على السلامه. اكرم نورت مكانك ومنتظرين منك كتير جدا الحقيقه في البدايه، يعني كلنا كنا عايزين نشوفك في الملعب، متابعينك لحظه بلحظه. جمهور النادي الاهلي الحقيقه كان بيتابعك في كل حاجه، يا اكرم اخباره ايه، فاضل له قد ايه، حب الجمهور ده كبير جدا، بيحملك مسؤوليه كبيره جدا يا اكرم، الحمد لله على السلامه في البدايه. حبيبي كريم، شكرا على المقدمه الجميله دي يا حبيبي، ربنا يخليك. الحمد لله رب العالمين، انا مبسوط ان رجعت تاني ودخلت في الاجواء بتاعت النادي الاهلي، واتمنى رب التوفيق ان شاء الله، ويعني ان شاء الله انا نكون على قد الثقه اللي الناس ادتها لنا يعني، وثقه الجهاز الفني واللعيبه، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه تليق بالنادي الاهلي ومكانه الجمهور عندنا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، يعني قلتها قبل كده واقولها تاني، يعني انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى في اي حاجه، اذا كانت حتى لو هي مثلا انت شايفها قليله، انا تمام الحمد لله، بشكر ربنا سبحانه وتعالى فيها. فترة كانت صعبة عليا، بس الحمد لله، عشان الحمد لله رب العالمين، زي ما قلت لك من شوية، كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى. عدت عليا الأيام أكنها والله العظيم أنا ما حسيت بالثمان شهور أو تسع شهور، ما حسيتش بيهم خالص يعني، وكنت مركز قوي إن أرجع بسرعة، مش بقى إن أنا أفضل مستسلم ليها أو حاجة، لا كنت بشتغل وبجيب آخري في التمرين. حتى مثلا الناس كانت هناك كانت تقول لي لا، كنت اقول لهم لا، عايز اتمرن تاني عشان ارجع بسرعه. لما رجعت هنا الناس في منتهى الاحترام، كابتن نجار، كابتن طارق، الدكتور، يعني دكتور احمد ابو عبله، ما حدش سابني يعني، كلهم مبدئيا يعني، مش عايز انسى حد يعني، كلهم عاشوا معايا فتره صعبه بالنسبه لي، وكلهم عملوا معايا يعني فوق 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 حاجات فوق ما نتخيلها لعند ما وقفت على رجلي تاني، وان شاء الله باذن الله حاسس ان انا رجعت ان شاء الله كويسه. وزي ما بقول لك يعني، جمهور النادي الاهلي حاطط فينا ثقه كبيره، وان شاء الله مش هنخذلهم. كل اللعيبه حست بالسنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت بالنسبه للجمهور او بالنسبه لنا احنا كلاعيبه كانت سنه صعبه، ناس يعني لعبت نشاط كتير وما ريحتش، وناس نزلت وحاجات كده واصابات يعني، لكن لا، اللعيبه كلها مركزه، ويعني تكون بدايه خير لينا ان شاء الله ولكل اللعيبه، عشان خاطر ننافس على الدوري تاني، مش ننافس، ناخد الدوري باذن الله بعون الله، تمام، ونرجع افريقيا لينا تاني، وكل البطولات يعني ان شاء الله نخش فيها تكون باذن الله من نصيبنا. طبعا ده مش هيقلل من الفرق التانيه، لكن لا، احنا فرقه كبيره، بندوس على نفسنا عشان خاطر بنحط النادي الاهلي في مكانه كويسه، وان شاء الله يعني اللعيبه كلها مركزه يعني، وان شاء الله يعني نرجع بالثلاثه بونت، دي اهم حاجه يعني في الماتشات اللي بره. عايز اقول لك برده يا كريم، الماتشات اللي بره بالنسبه لنا احنا يعني الناس بتبقى مستنيه اداء ونتيجه، لكن في ظروف الماتش مبدئيا يعني لازم تاخد الاهم اللي هم 3 بونت. ممكن الاداء ممكن ما يكونش احسن حاجه، لكن 3 بونت بالنسبه لك دول الاهم. فيما بعد انت بقى بتركز على النقط السلبيه اللي خلت مثلا الاداء مش احسن حاجه، تمام، تقدر تجيب الاداء بالظبط، يرجع الاداء، لكن الثلاثه بونت اكيد لو اللي هيروح منك مش هيرجع يعني. بس اذا كده على عودته الحقيقه، يعني كنا بنتابع وبنشوف جمهور النادي الاهلي حسين الحقيقه، يعني كان منتظر اكرم، منتظر كل لعيبه النادي الاهلي، وكان منتظر حسين يرجع زي الاحسن، لكن اكرم تحديدا بتشوف الحب ازاي معاه؟ والله يعني اكرم انا شهدت فيه مجروحه يعني، مهما اتكلم عليه طبعا مش هدي له حقه، ف التلفزيون بقى بس اكرم يعني بسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يكرمه يا رب ويكمل زي ما هو كده يعني. اكرم يعني الفتره اللي فاتت كان داس على نفسه جدا، اللي هو يرجع ويبقى احسن من الاول، وفي التمرين كمان يعني كان بسم الله ما شاء الله، اللي هو ما كانش خايف من حاجه، لا كان مخليها على الله، فدي كانت حاجه كويسه جدا.
فطبعا يعني اتمنى له طبعا السلامه اهم حاجه، وان هو ربنا يكرمه ان شاء الله ويبقى احسن من الاول واحسن من بعد من الاصابه. ربنا يكرمه طبعا، واكرم يعني ما حدش هيتكلم عليه، هو الناس كلها عارفه اكرم ايه يعني، بس ربنا يكرمه باذن الله حبيبي ان شاء الله حبيبي. بس عايز اقول لحسين حاجه، يعني حسين يعني ده في لعيبه كتير قريبه مني، لكن حسين شويه، لان في فتره الاصابه كان دايما بيسال ودايما بنتكلم انا وهو. حسين من زي ما لسه انا بص انا ما بعرفش يعني ازوق الكلام او حاجه، مش بعرف يعني. فلا حسين ما شاء الله من احسن اللعيبه في مصر، ودي حقيقه مش عشان هو موجود لكن بتتقال يعني. ربنا يكرمه ان شاء الله في الفتره اللي جايه تمام، ويقدم احسن ما عنده، لان انا عارف ان حسين يعني هو جامد يعني، بالنسبه لي هو جامد انت فاهمني. فربنا يكرمه ان شاء الله ويكرم اللعيبه كلها، واتمنى يعني اتمنى للنادي كله ولي انا قبليهم يعني التوفيق، عشان خاطر نفرح الجمهور، والجمهور ده على راسي، لان الناس كانت بتدعي لي في دار الغيب، وربنا ان شاء الله يقدرني ويسعدني واكون عند حسن ظنهم ان شاء الله.